السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم. سخر الدولي الكرواتي ديال لوفرين مدافع فريق ليفربول من زميله في الفريق الدولي المصري محمد صلاح بسبب طريقة احتفاله بهدفه في شباك ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتازة. صلاح سجل في فوز الريدزا على ساوثامبتون بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب سانت ماري ضمن لقاءات الجولة 33 من البريمير ليج. وكتب لوفرين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: لقد قال لي أن أنشر هذه الصورة لأنه يبدو قويا. وأضاف: أهم شيء أننا حصلنا على النقاط الثلاثة، كانت مباراة صعبة أمام خصم قوي لكننا أظهرنا حدتنا، اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم، لن تسير وحدك أبدا. وأكد لوفرين أنه واثق من عودة محمد صلاح للتهديف من جديد والاستمرار في ذلك ليقود الليفر في الفترة القادمة التي يجب فيها على كل لاعب أن يكون على قدر كبير من المسؤولية. وقال أيضا لوفرين: محمد صلاح من أكثر لاعبين المقربين لي، كل شيء نقوم به سويا، مررت بفترة صعبة، كان صلاح يشجعني ويقف بجواري باستمرار، أنا ممنون له بما فعله معي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.